طير طير. عندي امر من اللواء داخل البيت حالا، الوضع جدا خطير، العدو طوق المكان. سم علم، بس تعال ادخل الحين. اقول لك عندي امر من ضابط تقول تعال ادخل البيت. يبا لك يومين ما شفناك وحتى دواك ما تاخذه. انا محسن، مصاب باضطراب نفسي يسمى ثنائي القطب. اسمه ثنائي لان حالتي النفسيه تتراوح بين حالة من النشاط الكبير والهلاوس السمعية والبصرية وحالة من الخمول والاكتئاب الحاد. أنا مجرد مريض يحتاج الالتزام بالعلاج ومراجعة الطبيب، ماني مسحور ولا مجنون. يلا تعال الأحمر. يلا ناول. بالعكس، أنا رب أسرة سعيدة وميسورة الحال وعايش حياتي زي أي أحد، لكن إذا صادفتني راح تكتشف إنسان مبدع وموهوب أكثر من أي أحد.